أخبار اليوم. السؤال بيقول لي تلعب البوليمرات دورا مهما في حياتنا اليومية، فهي تدخل في العديد من الصناعات المهمة. مقدمة إنشائية في الأول، ما المقصود بالبلمرة بالإضافة؟ هزود عليها معاك، بلمرة بالتكاثف، ما هم ما فيش غيرهم في المنهج. طب ما نقولهم الاثنين. إيه المقصود بالبلمرة بالإضافة؟ تجميع مونيمرات متشابهة، مونيمر ومونيمر جزيء صغير، لتكوين بوليمر مادة أساسية عندنا. البلاستيك اللي بتمسكه في إيدك عبارة عن غاز، كان غاز إيثيلين مثلا، بولي إيثيلين. في عندي مواسير المية، مواسير الصرف الصحي، دي كانت غاز إيه؟ غاز فينايل كلوريد، أصبحت مادة صلبة. يبقى أنا بجمع الجزيئات المتشابهة عشان أعمل بوليمر بالإضافة، لكن بالمرة بالتكاثف بجمع الجزيئات المختلفة، المونيمرات المختلفة لتكوين بوليمر جديد. هم اتنين في المنهج، في البلمرة بالتكاثف اللي هو صناعة الباكالايت اللي هي الأدوات الكهربية، البلاستيك الشبكي، وصناعة نسيج الداكرون. تعرف يستخدم في ايه نسيج الداكرون؟ في صناعة صمامات القلب. نسيج الداكرون ده بلاستيك، خراطيم صغيرة بلاستيك بس خاملة كيميائية، ما تتفاعلش مع أنسجة جسم الإنسان، ومادة ليها فترة زمنية العمر الزمني بتاعها طويل. بتصنع منين نسيج الداكرون دي؟ بناخد حمض تيرا في سالك مع إيثيلين جليكول لإنتاج بوليمر بالتكاثف، اللي هو اسمه إيه البوليمر بالتكاثف دوة؟ اللي هو بولي إيثيلين جليكول، اللي هو نسيج الداكرون. السؤال اللي بعده في نفس الجزئية، وضح بالمعادلات خطوات تكوين بوليمر بوليبروبين، ثم أذكر استخدام البوليبروبيلين. البوليبروبين اللي عندنا اللي هو البي بي، صناعة السجاد، صناعة المفارش البلاستيك، صناعة معظم معلبات العصاير وغيره. أذكر وظيفة واحدة لكل مما يأتي، كحول ثلاثي الهيدروكسيل، ما عندكش غير واحد، عارفه؟ الجليسرين، الجليسرول، الجليسريد، ثلاث أسامي ليه، جليسرين، جليسرول، جليسريد. يستخدم في كل مستحضرات التجميل الخاصة بالبشرة، يستخدم أيضا في صناعة المتفجرات والقنابل، نصنع منه ثلاثي نيتروجليسرين، نصنع مادة مفجرة، وبنصنع منه إيه كمان؟ الزيوت والدهون، وبنصنع منه إيه كمان؟ نصنع منه بعض أنواع الأدوية لعلاج الأزمات القلبية، نصنع منه متفجرات وأزمات إيه؟ قلبية، ما دي هي الكيمياء العضوية الجميلة بتاعتنا. حمض الكبريتيك في المركب الرصاصي، إيه فايدته حمض الكبريتيك ده؟ مادة إلكتروليتية، يعني إلكتروليت، يعني سائل هيوصل تيار كهربي عن طريق حركة الأيونات، الأيونات الحرة. يبقى دلوقتي حمض الكبريتيك في المركب الرصاصي مادة مالها المادة دي؟ مادة تستخدم كإلكتروليت، سائل بيساعد في مرور التيار الكهربي عن طريق حركة مين؟ الأيونات. نكمل مع بعض والجزئية اللي بعديها، اكتب رمز اصطلاحي. عاوز اكتب رمز اصطلاحي لخلية جلفانية آتية إذا علمت أن التفاعل بداخلها H2 زائد CU موجب أصبحت 2H موجب زائد CU. ده سؤال جه قبل كده في الامتحان، عبارة عن إيه؟ عبارة عن إيه السؤال ده؟ أنا بشرح بوضح هنا هيدروجين، الهيدروجين أصبح موجب، يبقى حصل له عملية إيه؟ عملية أكسدة، تمام، أكسدة، يبقى ده يعتبر أنود. دي مسألة نحاس، كانت أيونات أصبحت إيه؟ ذرات، ذرة نحاس، مفيش شحنات عليها يعني زيرو، إيه اللي بيحصل؟ دي عملية اختزال، بتكتسب الإلكترونات. احسب لي القوة الدفع الكهربية للخلية إذا علمت إن جهد تأكسد النحاس سالب 34، ده مديني مين؟ النحاس بس. طب والهيدروجين أجيبه منين؟ أوعى تقول لي أنت مش عارفه، ما أنت أكيد حافظه. إيه هو؟ قطب الهيدروجين جهده يساوي كام؟ صفر، عشان كده بنصنع منه قطب خلية الهيدروجين. هنشوف مع بعض السؤال ده وإجابته معانا، نتعرف على إزاي بكتب رمز اصطلاحي الخلية جلفانية موجودة معانا ونعرفها مع بعض. طبعا إجابة السؤال واضحة قدامي اهي. أول حاجة، قوة الدفع الكهربية باخد جهد أكسدة الأنود زائد جهد اختزال الكسول. أنا مش عاوزك تجاوب على طول، ما تستعجلش. هعمل إيه؟ اعمل لي جدول صغير كده
عشان تقدر تجاوب صح. انا معايا هيدروجين ومعايا نحاس. حاضر. يبقى انا هنا في هيدروجين وفي ايه كمان؟ وفي نحاس. جميل جدا. هات لي جهد الاكسده. بعد كده طلع لي النوع بتاع الايه الخلايا اللي عندي. جهد الاكسده للنحاس كان سالب 34 من المية. الهيدروجين انت حافظه بصفر، مش هيدولك في الامتحان قطب الهيدروجين. النوع ده سالب وده صفر، يبقى ده انود. انود يبقى ده كاسود. بعد كده هات لي جهد الاختزال. طب فايدته ايه عشان احل صح المساله؟ جهد الاختزال ده سالب 34، يبقى ده موجه ب 34 من المية. ده صفر، برضو جهد اختزاله بكام؟ بصفر. ما هنا ايه اللي هي مفيش موجه بصفر وسالب صفر، ده هو صفر. يبقى القوه الدفع الكهربيه جهد اكسده الانود زائد جهد اختزال الكاثود. اكسده الانود ما ده الانود اكسدته بكام؟ بصفر. اختزال الكاثود كانت بموجه ب 34 من المية فولت. هنا طلعت طبعا القوه الدفع الكهربيه كانت بايه؟ ب 34 من المية فولت. يعني طلع باشاره ايه يا شباب؟ باشاره موجبه. طب هقف وقفه كده. اشاره موجبه يبقى قوه دفع كهربيه موجبه. يبقى الخليه دي نوعها ايه؟ جلفانيه ولا الكترونيتيه؟ لا جلفانيه لان دي موجه. طب نوع التفاعل تلقائي، يعني بيصدر منها تيار كهربي. طالما كانت موجبه يبقى جلفانيه، يبقى التفاعل تلقائي. طالما التفاعل تلقائي يبقى تقوم بتحويل الطاقه الكيميائيه الى كهربيه، يبقى يصدر عنها تيار كهربي. كان سؤال جميل. الرمز الاصطلاحي طبعا بكتب الانود في الاول وبعد كده بكتب الكاثود، بينهم قنطره ملحيه واتجاه حركه الالكترونات من الانود لايه؟ للكاثود اللي عندي. هيدروجين مع ايونات 2 اتش موجب، ايونات النحاس زائد النحاس. تعالوا نشوف سؤال جديد بقى ونتعرف عشان النموذج ده تعبكم معايا. اللي معانا بنتعرف فيه على ازاي بكتب اسماء المركبات بنظام الايونات. انا كررته من شويه، كان بيقول لي اكتب صيغه بنائيه، كان بيقول لي اكتب الاسم بالايوباك. اسم ايوباك اول حاجه بحدد المجموعه الوظيفيه اللي هسمي عليها. لو كانت كل المركبات عندك احاديه، المركب كله احادي، يبقى ده الكان. بضيف الف نون، الف نون. ثنائيه يبقى الكين يهنو. ثلاثيه الكين الف يهنو. مساج ان ده الكان الكين الكين. ده يعتبر بارافين اوليفين اسيتيلين. لو مركب انتهى بالاو اتش او موجود عندك المجموعه الوظيفيه او اتش، يبقى ده كحول واولاف، يبقى هنا ده كحول. لو عندك سي او او اتش يبقى ده حمض ويك. عندك الالديهيدات والكيتونات. الالديهيد مفيش غير مركبين عندك، الاسيتالدهايد يسمى ايثانال، الفورمالدهايد نيسانا، الكيتون كيتون مركب واحد في المنهج كله اللي هو الفركتوز ولا ايه؟ لا ده مش ده، ده الكيتون ده بالفركتوز ده هو الماده الكيتونيه اللي فيها حديد الهيدروكسيد. لكن الكيتون اللي عندنا في المنهج الاسيتون يسمى بروبانون واو نون. المركب اللي قدامي الجميل ده هنا CH3CH2COOH. طب او اتش يعني كحول، سي دبل او يعني كيتون، الاثنين مع بعض لغوا بعض، كون لي ايه؟ مجموعه الكربوكسيل. دي الذره الاولى، الذره الثانيه، الذرة الثالثة. أنا بعد من عندي مجموعة الكربوكسيل ثلاثة، يبقى ده اسمه إيه؟ بروبان. أسكت؟ لا ده فيه إيه؟ كربوكسيل. بروبان ويك. بروبان ويك، يبقى المركب ده يسمى بروبان ويك. مركب في رابطة ثلاثية. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة. طب أنا عد من هنا يا أستاذ؟ لا هعد من الإيه؟ الرابطة الغير مشبعة، أقرب مكان للرابطة الغير مشبعة. يعني المركب ده لما اجي اسميه ادي 1 2 3 4 5 6 6 يعني ده هكس. هكسان. لا يا استاذ مش هكسان، ده ما يسماش هكسان. يبقى هنا المركب بالشكل اللي قدامي ده هكساين. اسمه ايه؟ هكساين. الف ي ن واحد هكساين. مش عاجبك تكتب واحد؟ بلاش، ما الواحد ده مش لازم اكتبه. هكساين هكس 6 اين رابطه ثلاثيه.